السلام عليكم خوتي، صباح الخير لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، لا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. كما شفتوا خوتي، هذا هو بيب غوارديولا. خسارة وراء خسارة، خسارة تجي بعدها خسارة. قبل ما نبدأ نتكلموا ساعة على بداية المقابلة. جزائريين، كل جزائريين فرحوا و قالوا خلاص بداية صفحة جديدة وعهد جديد لرياض محرز، لما شافوا أنه رياض محرز سوف يكون أساسي من بداية المقابلة، ومسحوا الموس كامل في أرتيتا، وقالوا باللي أرتيتا هو سبب إبعاد محرز من مقابلة مان سيتي وجلوسه في الاحتياط. كما الجزائريين مسحوا الموس واتهموا أرتيتا باللي هو اللي أبعد رياض محرز، معلش. لكن انا عندي قناعتي خاصه، وقلت سابقا وما عنديش 5 ايام ولا 6 ايام اللي تكلمت وقلت باللي رياض محرز المقابله القادمه يوم الجمعه راح يكون احتياط، وكاين الفيديو صحيح بدا اساسي. من بعد وين رياض محرز؟ 45 دقيقه فقط، هذا هو رياض محرز، والباقيه احتياط. ارتيتا ما كانش، كون جنبولو أرتيتا كان نمسح الموس في أرتيتا. أرتيتا المساعد المدرب بيب غوارديولا خلاص في أرسنال، شكون اللي قال البارح خلي محرز احتياطي؟ أرتيتا ما كانش. إذا ما نبقاوش نتخباو كل مرة نمسح الموس في واحد ونخلو المتهم الأول اللي خلى رياض محرز في الاحتياط، واللي نزيد نعطيك معلومة رسمية، اللي راح يخلي رياض محرز ما يتحصلش على احسن لاعب في افريقيا هو بيب غوارديولا. رسميا رايحه تكون ماني صلاح وبدرجه اقل رياض محرز مرتبه الثالثه او الثانيه ان حدثت معجزه. المرتبه الاولى ماني، الثانيه صلاح، الثالثه رياض محرز، الا اذا حدثت بعض المعجزات ممكن يولي رياض محرز المرتبه الثانيه. اول شيء هذه معطيات بسبب قوة والنفوذ الجزائر في الكاف، ما عندناش هذه يعرفها العام الخاص، ما عندنا ني اتحادية، ما عندنا والو، سوق وخلاص. بسبب أيضا النادي اللي عنده مدرب، أكبر مدرب عنصري، وهدرتها عندي عام ونص، كانت الناس تضحك، كانت الناس تتهكم، كانت الناس تتمسخر، كانت الناس تضحك تقول باللي ما تعرفش خير من غوارديولا، وغوارديولا مدرب ليس عنصري، وعلاه يسلك 70 مليون اورو باش يجيب رياض محرز. انت راك تخرف وراك تخرط علينا. 70 مليون اورو، نعم نخلص 200 مليون اورو باش نجيب محرز، باش نطلع المستوى ونطلع النيفو تاع رحيم ستيرلينغ، لانني احب ان اضرب الشيتا للانجليز، واضح محاباه الانجليز واضحه. هفوة كارثية من ماندي ومستوى ضعيف ضعيف ضعيف، لكن ماندي يلعب أساسي. العاهة المستديمة، العاهة اللاعب الضعيف جدا، العاهة فرناندينيو أساسي. إذا لما نقول بالجنسية تلعب دور كبير مانيش نخرف، لما نقول باللي محرز ضحية الجنسية نتاعو مانيش نخرف. كي قلنا باللي رياض محرز هو ضحية جنسيته، الجنسية الجزائرية وبالتحديد أيضا في قارة إفريقيا، لاعب عربي مسلم إفريقي جزائري، إذا لن أرحمك. هذا هو بيب غوارديولا. خسارة من وراء خسارة، خسارة من وراء خسارة، وهذا أمر متوقع. باي باي البريمير ليج، وداعا يا الدوري الانجليزي، والعقوبة وداعا لكأس الرابطة وكأس الاتحاد الانجليزي، والعقوبة باي باي لدوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج. قبل ما نتكلموا على معطيات مقابلة ورياض محرز وضربة جزاء، اخر الاخبار، اخر الاخبار من الصحف الانجليزيه والوسائل الاعلام الانجليزيه، اخر فرصه لبيب غوارديولا للبقاء في مان سيتي هي دوري ابطال اوروبا، بالتحديد مقابله ريال
مدريد. من بعد مقابلة ريال مدريد كل شيء راح يبان وكل شيء راح يكون واضح للجميع. بيب غوارديولا راح يغادر مان سيتي بعد مقابلة ريال مدريد إذا كانت النتيجة كارثية أو إقصاء، حتى ولو بهدف إقصاء من دوري أبطال أوروبا نهاية عهد المدرب العنصري بيب غوارديولا. هذه كآخر الأخبار لملاك النادي الإماراتيين، ملاك نادي مان سيتي أعطوا بيب غوارديولا آخر فرصة، وهي ماذا؟ دوري أبطال أوروبا. الحصول على دوري أبطال أوروبا يعني استمرار. ونحن نعرف بلي ريال مدريد مان سيتي عندها مقابلة مع ريال مدريد في الدور ثم النهائي، آخر فرصة لبيب غوارديولا، ممكن نقول آخر مقابلة لبيب غوارديولا هي مقابلة ريال مدريد. ندخل في أطوار المقابلة. رياض محرز لاعب اللي دائما يثبت من مقابلة إلى أخرى، من مقابلة إلى أخرى، باللي لما يلعب رياض محرز مان سيتي يفوز، مان سيتي يفوز. رياض محرز لعب 12 مقابلة لمدة 90 دقيقة، يعني مقابلات يلعبهم 90 دقيقة كاملة، هم 12 مقابلة، ال 12 مقابلة كلهم فوز لمان سيتي، كلهم فوز لمان سيتي. الأمر هذا ما يشفعلوش، لماذا ما يشفعلوش؟ اللي قلتها في البداية، لأنه لاعب جزائري مسلم عربي إفريقي، لاعب جزائري مسلم عربي إفريقي، إذن الجنسية عند بيب غوارديولا تلعب دور كبير. إخراج رياض محرز المتسبب في ركلة الجزاء واللي تحصل على 7.4 كتنقيط، أحسن لاعب في الشوط الأول، أحسن لاعب في الشوط الأول يخرج مع بداية المقابلة، عفوا بداية الشوط الثاني. بمن يعوضه؟ يعوضه بابن البلد الإسباني غارسيا، ابن البلد مدافع ما عندوش خبرة، مدافع أصلا ما دارش يعني حاجة كبيرة، مدافع غارسيا. ما هي الخيارات الأخرى اللي كان قادر غوارديولا يتفاداها؟ أنا بالنسبة لي ورأيي الخاص، أسوأ لاعب في مان سيتي، أسوأ لاعب في مان سيتي في المقابلة تاع الأمس كانوا لاعبين، لكن نقولوا لاعب بالنسبة لي ابن غوارديولا رحيم السيرلينغ. ليس انه علاش رحيم السيرلينغ؟ مش قضيه انه سجل هدف، سجل ضربه جزاء وهدف، اللاعب هذا كان خارج الاطار في الشوط الاول وضيع ضربه جزاء على مرتين، لولا المره الثانيه اللي رجعها الحارس وجه لوجه مرمى فارغ، ما عمل ولا شيء. ونزيدكم رحيم السيرلينغ تسبب في الهدف الثاني، عفوا في الهدف الاول، الغلطه بدات من عند رحيم السيرلينغ، الهدف الاول لولفرهامبتون جاء من رحيم السيرلينغ. رحيم السيرلينغ كان شوط اول خارج الاطار، بصح اعطاها غوارديولا فرصه وكمل اللعب، ها هو الفرق. على كيف كنت نقول انا رياض محرز يجيبوا حتى 200 مليون اورو على جال واش؟ على جال رحيم السيرلينغ، باش رحيم السيرلينغ يطلع المستوى نتاعو. قلنا لكم مليون مليار مرة، محرز قدومه لمان سيتي كحافز، كحافز وتحفيز لتطوير إمكانيات رحيم السيرلينغ للمرة المليار، واضحة. اللي شاف البارح، اللي شاف مقابلة البارح يعرف كل شيء. لعب أوت سوطول، يبقى الشوط الثاني يبقى، المقابلات اللي فاتوا ما لعبش خلاص وكان اوت، يلعب اساسي. واللي يسجل لك اهداف ويديم انتصارات على وراء انتصارات مكانه الاحتياط. فصل الروح على الروح. الفلسفه الزائده لبيب غوارديولا هي سبب الخسارات الكامله هذه، كامله. كل الخسارات سببها الفلسفه الزائده. هذا بيب غوارديولا الأصلع، يعني كان ربح 2-0،
خلينا من المحرز، عندك عداوه انت ضد المسلمين معروفه، عرفها العام والخاص، لانك انت صهيوني معروفه هذه، يعني عرفها العام والخاص، وعندك عداوه ضد العرب والمسلمين، هذا شيء معروف. دي بروين الشوط الاول كان غايب، الشوط الثاني تحرك شوي، مد هدف الكره الثانيه، كرة هدف، انت رابح هدفين بزيرو، دو زيرو، رابح هدفين لصفر، وكملت ثلاث تغييرات، ها باينة عاد تخسر، باينة عاد تخسر، وين مدرب غبي اللي خرج ثلاث تغييرات ومزاد أكثر من نص ساعة ورابح دو زيرو؟ إذا أغبى مدربي بالنسبة لي الآن أصبح واضح، الفلسفة الزايدة نتيجتها الخسارة وراء خسارة. أما رياض محرز مش محتاجك، رياض محرز مقابلة وراء مقابلة كعب مستوى عالي، تخرج محرز ودي بروين وتخلي رحيم ستيرلينغ ولعاها فرناندينيو ولا كليك جماعة من لورا، هذه النتيجة، أشرب من العين، أشرب من العين. إذا خسارة لمان سيتي متوقعة، باي باي بريمير ليج، باي باي الدوري الانجليزي، وداعا يا الدوري الانجليزي، وداعا لكل البطولات الانجليزيه وكل الكؤوس الانجليزيه، بقيت رابطه ابطال اوروبا في الطريق للوداع. في الاخير ختمت ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.